ونبقى في فلسطين، حيث قال مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان فؤاد خفش إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت مركزه أمس الثلاثاء بعد اقتحامه بأدوات حادة. خفش قال إن قوات الاحتلال ألصقت منشورا عند المدخل الرئيس للمركز وداخل المركز يتضمن قرارا بالإغلاق حتى إشعار آخر، كما صادرت قوات الاحتلال جميع محتويات المركز من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وملفات الأرشيف. معي مدير مركز أحرار لحقوق الإنسان ولدراسات الأسرى فؤاد خفش. فؤاد خفش، سلطات الاحتلال صادرت الكثير من الوثائق الهامة كما قلت في تصريحات إعلامية، ما أهمية هذه الوثائق وما مدى حساسيتها بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي وما يقترفه؟ يعني فيما يخص حساسية هذه الأوراق، لولا أهميتها ولولا أنها كانت موجعة للاحتلال لما أقدم الاحتلال على اقتحام هذا المركز وسط مدينة نابلس مدجج بكل الأسلحة والمعدات، قاموا بتفجير الأبواب ومن ثم الدخول إلى المكتب وتدميره ومصادرة كل ما داخل ما في هذا المكتب من أجهزة حاسوب وكاميرات وما شابه، ومن ثم أخذوا الأرشيف الخاص بالمركز وهو عبارة عن حصاد سنوات طويلة من العمل المتواصل في خدمة الأسرى والإنسان الفلسطيني، ومن ثم تم وضع قرار بإغلاق هذه المؤسسة على اعتبار أنها مؤسسة تحريضية وأن الدور الذي تقوم به يعرض سلامة جنود الاحتلال كما وصف للمخاطر. وفق أي قانون؟ يعني قرار الإغلاق بالاقتحام ودخول نابلس وإغلاق مركزك فؤاد، تحت أي قانون قام الاحتلال بذلك الفعل؟ الاحتلال يعني تسلح بقانون الطوارئ البريطاني وذكر رقم هذا القانون مدعيا أن من صلاحيات قائد المنطقة العسكري الإسرائيلي حينما يشعر أن هنالك خطر يأتي من مؤسسة معينة أن يقوم بإغلاقها. عمليا الاحتلال يعني لا يبحث كثيرا ولا يتعب نفسه بالبحث عن مبررات. الاحتلال الذي قتل أكثر من 2500 شهيد في قطاع غزة وقتل أكثر من 150 شهيد حتى الآن في هبة خلال 3 شهور، لا يبحث كثيرا عن يعني مبررات لما يقوم. إلى متى سيستمر هذا الإغلاق؟ يعني عمليا الإغلاق يعني سيدوم يعني بتقدير خاص ولمدة 6 شهور قابلة للتجديد، ومن تجربتنا وخبرتنا في هذا المجال لن يسمح للمركز بالعودة مرة أخرى للعمل، والقرار الذي يعني حدد ب6 شهور سيستمر إلى ما لا نهاية أو إلى ما يعني تحكم الاحتلال بنا أو بقي الاحتلال على هذه الأرض. يعني الاحتلال دائما يحاول أن يعني يشرع ما يقوم به من قوانين، وقال لنا أن يعني من على 6 شهور قابلة للتجديد وسيتم التجديد على كل حال ونستطيع أن نحتاج إلى المحاكم. طيب المحاكم الفلسطينية، السلطة الوطنية الفلسطينية، ما الدور الذي يمكن أن تقوم به أمام إغلاق هذه المؤسسة التي هي فعلا تشكل أحد الأصوات الفلسطينية التي تتصدى للاحتلال الإسرائيلي وتكشف معاناة الأسرى الفلسطينيين وتفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضدهم؟ يعني أخي الكريم، يعني للأسف الشديد السلطة لا تحرك ساكن، لم تكن مؤسستنا هي المؤسسة الوحيدة التي أغلقت، علما أننا حاصلون على ترخيص من قبل السلطة الوطنية. السلطة يعني حتى شجب بيان شجب ما أصدرت، حتى بيان استنكار، حتى اتصال تليفوني علينا ما اتصلت، يعني عمليا لم تقم بشيء وتستطيع القيام بالكثير من الأمور لأنها هي التي قامت بإصدار التصاريح والتراخيص للعمل لهذه المؤسسات التي أغلقت ولمؤسستنا. لذلك مطلوب الآن أن يكون هناك تحرك عبر المؤسسات الدولية. يعني تخيل اتصلوا علينا من أوتشا يعني من الأمم المتحدة، تحدثوا معنا، تحدثوا معنا من جنيف بعض المؤسسات الحقوقية ولم تتحدث معنا السلطة الوطنية. طب ولكن أنت قانونيا إذا فتحت مؤسستك، هي المؤسسة مرخصة حسب قانون السلطة الوطنية الفلسطينية، أليس كذلك؟ يا أخي السلطة كنظام وككيان هو يعني موجود بإذن وموافقة الاحتلال الإسرائيلي، يعني حتى السلطة التي أعطتنا هذا الترخيص هي تحت يعني القوانين الإسرائيلية وما تريد إسرائيل تفعله. يعني ماذا يمكن أن تفعل السلطة؟ يمكن أن تفعل شيء ولن تفعل شيء. فيعني إحنا جزء من ضمن هذه المعادلة الخطأ اللي بتلف كل نظام. طيب على كل حال فؤاد، بالنسبة للوثائق المهمة، هل قمت بإرسال جزء من هذه الوثائق للمؤسسات الدولية
خوفا على ألا تضيع المعلومات الهامة التي قمتم برصدها خلال السنوات الماضية والقضايا التي تتضمنها. لا أخفيك أن نشاطنا في الآونة الأخيرة وكشفنا لجرائم عديدة ارتكبها الاحتلال ومراسلتنا للمؤسسات الدولية التي أرسلت مذكرات للاحتلال احتجاجا على قتل الفلسطينيين بشكل لمجرد الشبهة واستخدام القوة المفرطة وهدم المنازل والجثامين التي يقوم بتسليجها وسرقة أعضاء الشهداء. كل هذه التقارير التي قمنا بإعدادها هي التي أدت إلى إغلاق هذه المؤسسة. لولا أننا أوجعنا الاحتلال ولولا أننا يعني كنا نعمل بطريقة لما أقدم الاحتلال على إغلاق هذه المؤسسة من دون جميع المؤسسات التي تعمل داخل البلد. نحن يعني منحازون بكل ما تعني الكلمة بمعنى لشعبنا ولقضايا شعبنا. لذلك الاحتلال يعني يريد أن يخرسها بالطبع. المؤسسات يعني لدينا يعني جزء من الوثائق مؤرشف بطريقة إلكترونية يمكن عودنا، ولكن حجم ونوع وثقل الوثائق التي صودر بكل وضوح أقول كبير وكبير للغاية. الشهادات المشروعة بالقسم للمعذبين للضحايا لأهالي الشهداء كل هذه الأمور يعني نحتفظ بها بأرشيفنا الخاص يعني، ولكن للأسف تم مطاردها. أشكرك شكرا جزيلا مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان فؤاد خفاش.